بعد اشهر من الصمت واسابيع من رفض الحديث لوسائل الاعلام المحليه والدوليه قرر المتهم الاول في ملف العشريه الرئيس السابق محمد العبد العزيز الحديث عن الانتخابات والفساد وعن الدبلوماسيه والاستقرار حيث اختار العبد العزيز توجيه رسائله من وسيله اعلام اجنبيه فبخصوص الانتخابات التشريعية والشهوية والبلدية المرتقبة خلال الثلث الأول من العام المقبل أعلن الرئيس السابق مشاركته فيها منتقدا في ذات السياق تنظيم انتخابات مبكرة إذ لا مبرر في نظره للتعشيل في ظل عدم اكتمال الإجراءات المطلوبة للعملية الانتخابية حيث أن أغلب البطاقات انتهت صلاحيتها أو كادت وليس هناك ما يكفي من الوقت لتجديدها يردف الرئيس السابق لم يقتنع الرئيس السابق بقدرة الانتخابات المقبلة على فرض مشهد سياسي يعكس الوقت، على الرغم من مشاركة 24 حزباً سياسياً في مشاورات مطولة مع وزارة الداخلية والتوافق على تفاصيل العملية الانتخابية، بمن فيهم حزب الرباط الذي قال إنه يشكل أفضل خيار لديه في الوقت الحالي، واعتبر أن أغلب التشكيلات السياسية موالية للنظام. ربما كان اكثر تصريحات ول عبد العزيز اثاره ذلك الذي رد به على سؤال جون افريك عندما قال انه لا يستبعد ان يكون في الجيش الموريتاني اشخاصا مثل ترابريا وغويتا ودومبيا وهم ثلاثه عسكريون نفذوا انقلابات تواليا في مالي وضينيا كوناكيري وبوركينا فاسو وفي ظل اتساع رقعة الخلاف بين ول عبد العزيز ورفيقه بات من النادر العذر على قرار من رفيق السلاح لكنه أشاد بتعامل البلاد مع أزمة مال الأخيرة عندما رفضت الحكومة فرض عقوبات على بوماكو، وتعد هذه أول خرجة إعلامية للرئيس الموريتاني السابق الذي يتعالج في فرنسا بعد أكثر من عام من فرض الرقابة القضائية عليه فيما بات يعرف إعلاميا بملف العشرية، حيث يتهم الرئيس السابق أركان من نظامه في ملفات فساد خلال فترة حكمه.